قتال وانتشار ومطاردة لعناصر داعش، هؤلاء هم أبطال الجيش العراقي والحروب التي خاضتها على مدار السنوات السابقة. وبهذا اليوم أقامت قيادة الفرقة الخامسة في محافظة ديالى احتفالية رسمية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجيش العراقي، وبحضور شخصيات حكومية وشيوخ عشائر الذين طالبوا بتعزيز قوات الجيش في جميع المناطق، لا سيما مناطق الندى وجنوب بوهرز. يحتاج إلى تعزيز قطاعات موجودة لسعة القاطع، كون القاطع فيه موانع طبيعية مثل ما ذكرت لك، قاطع واسع، يحتاج إلى دعم من قبل سيد وزير الدفاع. الجيش مأدي واجبه بصورة كاملة، لكن بنفس الوقت اريد تعزيز المناطق الفارغه. عندنا مناطق فارغه ونطالب بتعزيز هاي المناطق، بتعزيزها من قوات الجيش العراقي. فيما اكد قائد فرقه المشاه الخامسه على جاهزيه قواته وما يجري من فروقات بسبب طبيعه الارض التي تساعد وصول عناصر داعش لاقرب مكان عن المفارز المتواجده في اطراف جلولاء، وهنالك معالجات تم اتخاذها من قبل قيادة العمليات لمنع تكرار هذه الحوادث، وهنالك دعم مستمر من قبل وزارة الدفاع والعمليات وقواتنا بأتم الاستعداد. لكن احنا السيد قائد العمليات عنده عدة اجراءات وعدة خطط، وان شاء الله راح يكون هناك اجراءات سريعة وحاسمة لهذا الموضوع. اما بالنسبة للخروقات الامنية، الارض بطبيعتها، طبيعة الارض، طبيعة المنطقة تقدم ستر للعناصر داعش، وأيضا الطيات الأرضية تساعد على التقرب لمسافات قريبة جدا وخاصة في منطقة حلوان. من جانبه أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بأنه لا بد من تعزيز القوات المتواجدة بسبب طبيعة الأرض والتضاريس الهائلة التي تتطلب قوات إضافية. نقص القطاعات في تلك المناطق، أيضا عدم التنسيق بين الحدود الفاصلة بين البيشمركة والحكومة المركزية كجيش وكشرطة. هذا المفروض هناك مركز تنسيق مشترك صدر أمر لكن لم يفعل لغاية اليوم. اليوم ونقف جميعا باعتزاز وفخر لتحية أبطال الجيش العراقي قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحمايته وكرامته. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائية.